بخصوص المحتوى الهابط. فعلا اول يوم اجى السيد الوزير قال يجب ان تنتهي هذه الامور، ولدينا مواد قانونيه فعلا مع 403 كل من اثار الفسق والفجور عقوبته من 6 شهور 3 سنوات. اصبح السوشيال ميديا والمحتوى الهابط، تعرفين حضرتك المجتمع العراقي تشوف الاطفال المراهقين، اصبحت المراهقه قدوتها تيسير، المراهق قدوته سعدون. فهذا شك، هذا يشكل منحنى خطير للبنى التحتيه للمجتمع العراقي. فعلا قام المراهق يفكر شلون بشهر او بشهرين يصعد لارقى سياره اسوي كل شيء في سبيل احصل شهره. خلافا للاعراف والتقاليد، نسوا التقاليد للاعراف. وفعلا كانت هاي المحتوى الهابط ومحاربته ضربه بالصميم لاعداء يعني العراق. فعلا ضربه بالصميم، يعني هسه انت تشوف اكثر من 80 90% من المحتوى الهابط فعلا هسه احنا